أنتم الآن في نشرة الموجز. أعلن الصحفي الفرنسي جيورج مالبرونو صباح اليوم الاثنين 13 فبراير الجاري بأن العدالة البلجيكية نقلت مذكرات توقيف إلى السلطات الفرنسية بحق عدد من المسؤولين المغاربة المتورطين في فضيحة فساد البرلمان الأوروبي المعروفة بقطر جيت ومغرب جيت. وأكد جيورج مالبرونو في تغريدة على حسابه بتويتر نقلا عن صحيفة لوفيغارو، فقد قال دبلوماسي: نشعر بالحرج إذ اضطررنا إلى اعتقالهم، هؤلاء الأشخاص لديهم أطفال في فرنسا، ويحقق القضاء البلجيكي في حالة فساد وغسيل أموال واستعمال النفوذ داخل محيط البرلمان الأوروبي للضغط لصالح ثلاث دول منها قطر والمغرب وموريتانيا وفق ما كشفت عنه التحقيقات. وتفجرت قضية الفساد هاته في دجنبر الماضي وقد اعتقل على خلفيتها العديد من المشتبه فيهم. وتشمل التحقيقات النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي الموقوفة منذ 9 دجنبر الماضي، بالإضافة إلى الاشتراكي مارك ترابيلا والديمقراطي الإيطالي أندريا كوزولينو وشريك حياة كايلي الإيطالي فرانشيسكو جيورجي الذي يشغل أيضا منصب المساعد البرلماني لكوزولينو، والنائب الاشتراكي أنطونيو بانزيري وكذلك مسؤول في منظمة غير حكومية ونيكولو فيغا تالامانكا وآخرون. ووجهت إلى هؤلاء التهم الانتماء إلى منظمة إجرامية وتبييض الأموال والفساد في إطار فضيحة أثارت صدمة داخل المؤسسة الأوروبية وتوترا بين قطر والمغرب والاتحاد الأوروبي. وكانت مجموعة من الصور واللقاءات التي انعقدت بالمغرب قد أظهرت مسؤولين مغاربة إلى جانب كل من بانزيري وكوزولينو المتهمان الرئيسيان في قضية الفساد المذكورة، على رأسهم عبد الرحيم بن عثمون والحسن حداد. احتلت سلوى أخنوش زوجة رئيس الحكومة عزيز أخنوش المرتبة الأولى وطنيا والسابعة عشر عربيا في تصنيف قائمة مجلة فوربس لأقوى سيدات الأعمال في المنطقة العربية لسنة 2023. ويأتي هذا وسط تصاعد للأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب واتهامات لرجال المال والأعمال بتضارب المصالح واستغلال حاجة المواطنين لمراكمة الثروات والغنى الفاحش. وتصدرت زوجة رئيس الحكومة الترتيب على المستوى الوطني كرئيسة تنفيذية لمجموعة أكسل، حيث تعد صاحبة الامتياز الوحيد لخمسة وأربعين علامة تجارية في المغرب، فيما احتلت مريم بن صالح شقرون التي ترأس شركة المياه المعدنية ألماس المرتبة الثانية وطنيا والتاسعة عشر عربيا، متبوعة بغيثا ماريا زنيبر صاحبة ديانا القابضة الثلاثة والثلاثين عربيا، ثم لمياء التازي الرئيسة المديرة العامة شركة سوتيما المتخصصة في صناعة الأدوية الخامسة والستين عربيا. وأخيرا في المرتبة الخامسة جاءت سعيدة كريم العمراني صاحبة هولدينغ سفاري سوفيبار الثمانون عربيا. عبر التجار والحرفيون المغاربة عن استنكارهم لما اعتبروه محاولات تحميلهم مسؤولية غلاء الأسعار وحملات التصوير والتشهير بهم من طرف بعض وسائل الإعلام التابعة للسلطة خلال تغطيتها لعمل لجان مراقبة الأسعار. ورفض المكتب الإقليمي للتجار والحرفيين بالرباط في بيان صادر توصلت الحياة اليومية بنسخة من أن يعامل التاجر على أساس اعتباره حائطا قصيرا لتصريف الأزمة، مؤكدا على أن فئة التجار لم تسلم من الضرر الناتج عن الارتفاع المهول للأسعار حيث قلصوا هامش ربحهم مما أثر سلبا على مدخولهم اليومي. وحمل المصدر ذاته المسؤولية كاملة للحكومة في عدم مراقبة المنتجين والمستوردين والمضاربين في المواد الاستهلاكية والمحتكرين لها رغم مسؤوليتهم الواضحة في تعميق الأزمة عن طريق تحكمهم في العرض والطلب. ويعيش المغرب على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم تحرك الحكومة للحد من الزيادات، محملة التجار صغار المسؤولية، وهي الأزمة التي أخرجت المغاربة للاحتجاج بشكل يومي في بعض المدن. حجزت المحكمة الابتدائية بوجدة صباح اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 ملف الناشطة في حراك جرادة أمال عيادي للمداولة والنطق بالحكم في جلسة 20 فبراير الجاري. وتزامنت جلسة اليوم مع وعكة صحية أصابت والدة أمال عيادي، المتابعة هي الأخرى في قضية مماثلة تم نقلها على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. وتتابع أمال عيادي البالغة من العمر
بعمر 17 سنة من أجل تهم التحريض على تنظيم مظاهرة غير مرخص لها وإهانة موظفين عموميين وإهانة هيئة منظمة، وهي التهم التي اعتبرتها منظمة حقوقية وطنية ودولية بغير أساس قانوني، مشددة على أن الطفلة مكانها المدرسة وليس بالمحاكم أو السجن. لمزيد من الأخبار زوروا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.